فضيحتك يا السريعة فضيحة، وفينكم أحباب السريعة؟ فينكم وفينكم الكليبات ديال السريعة؟ دخلوا تصن شوفوا هاد الفيديو، بغيتو يتصنت ليه كلاب السريعة وحباب السريعة، يدخلوا يتصنتوا لهاد الفيديو. والمشاهدين ديالي الأعزاز مرحبا بكم، والسلام مرحبا، خليكم تسمعوا الفضيحة، الفضيحة والشوهة المشوهة والشوهة المفركتة ديال السريعة مولات الغزينو. خليكم بهاد الفيديو والله يبارك، تنقطر عليك الشمعة ودي غزينو، غادي نسمعكم الفضيحة ديال الشيطان الحباب المدلولة البوالة اللي كنت تعايروا السعاد، يا سعاد يا المتشردة ويا السحارة ويا النويميسة. اليوم نوريكم بوالة ديالكم الحقيقة ديالها. المرة الأم الصالحة والأم الصبورة، ماما السريعة، ماما الأم البديلة والأم الحنونة. أنا غنوريكم الأم الحنونة اش كتسوى. السلام عليكم المشاهدين ديالي الأعزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية، لا نتوما لا الناس الأعزاز عليكم. كنتمنى المهمات الخوت الخواتات ما تنسونيش من البصيمات ديالكم، وفرقعوا لي الفيديو بالتعاليق والبارطاج إلا على خاطركم، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم. واخا نضل نشكركم المشاهدين ديالي، ما نوفيكمش الحق ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين والله يكثر خيركم كما مسانديني، الله يرحم لكم الوالدين. وجدوا لي البصله والسويرتات في التعاليق، حيت غيقدروا يطيحوا من السطح المستبيعين ديال السريعه، غيقدروا يطيحوا لي انا من السطح، ولكن وجدوا لي البصله في التعاليق. تكلفوا لي بالبصله والريحه والسويرت وكاع داكشي اللي كيطيب اللي كيفيق الواحد ملي كيكون طايح. وجدوا لي وجدوا لي، انا شويه غنجيب واحد المجمر وجد لكم البخور، او تقدروا تسخفوا لي من السطح ملي غنسمعكم الفضيحه ديال السويعه ديالكم، ديال الجرينه البواله ديالكم، بويلينين والسريعينين والشيطينين والاحبابينين المدلينين والمزوجاتين والمفرقعين. اليوم غتسمعوا الحقيقه ديال المره اللي كتمشي وتجري وتعايروا في لالاكم السعاد، لالاكم الشريفة الإدريسية، لالا جوهرة مغربية زين التسمية، طولة وتجريدة بحال النخلة، ماشي بحال هاو البول من الفوق، هذا هو الكارثة العظمى. ما عيبنا في قلق الله، ولكن أنا لطيفة لطيفة. ها التليفون بغا يطير. ها قلت لكم راه مصيفط لي شي جن هاد المساخط، اش قلت لكم وجدوا البخورة وجدوا السوات، الكلاب ديالها بداو كيطيحوا من السطح، الفيديو بغا يطيح بوحدو. المهم المشاهدين ديالي الاعزاء، مشاهدين الكرام، غنسمعكم الاوديو شوها الفضيحه ديال الغزين المدلوله السعايه طلابه اللي قالت لك انا كنموت واقفه وانا صابوره وغنصبر على بكريشه 20 عام نبقى نتسناه، وبناتي هادو انا غنحافظ عليهم وانا غنحضن عليهم، يا السعايه يا الطلابه يا المتشرده يا النصابه. وقتي كتنصبي شحال هادي وانت كتنصبي دابا على عينك يا بن عدي، قال لي ما تيقول بالعلالي والخيط شالي. غادي نسمعكم اودي المشاهدين ديالي، وبغيت حتى الكلاب ديال غزينو يتصنتوا لهذا الفيديو، اعطيوني التحليل ديالكم لهذا المقطع اللي غنسمعكم، اشنو كيعني هاد الهضره اللي كتقول السريعه ديالكم؟ صدقني كنت غالي فعلا المصاريف كثيره يا عباد الله، دابا جربت مصاريف كبيره كبيرة بزاف والله، مصاريف كبيرة، الله يقدرني يا ربي، الله يقدرني، الله يقدرني عليها. تقدر توصل أن المصروف الشهري يوصل حتى مليون ونص، غادي تستغربوا مليون ونص. وسكتي سكت فوق الحس، قالت لك المصروف الشهري يقدر يوصلني حتى مليون ونص. الله أكبر، مليون ونص راه في أوروبا، ما كيخسرش مليون ونص الحبيبة غزينو. بارك الناس في اوروبا وفرنسا، كاين اللي كيشتري مليون، كاين اللي كيشتري مليون و40، كاين اللي 12000 درهم الماكسيمو، كتلقى كيشد 15000 درهم وكيخلص منها 5000 درهم 7000 درهم عاد ديال الكرا، وعاد داكشي اللي بقى كيعيش به. وعارف حنا المعيشه غاليه في اوروبا. نجي انت يا المتشرده يا الشيطان احبابك اللي ساكنه عارف المغرب، الحمد لله المغرب كنعرف المعيشه عندنا رخيصه وكلشي موجود الحمد لله، وتقولي مليون ونص اللي كتوصلني، قالت لك عام مصاريف وما كتقداش، واخا تكوني كتفطري ليا فيل وكتغدي بزرافه وكتذبحي عجل العشاء. غادي نكمل لكم هذا واحد المستملحه باش ندخلوا للسخون وتسمعوا مزيان. معرفتش علاش، معرفتش والله معرفتش علاش التجارية خاصك تحط هادي مصاريف، ولي حفاش نبي بابنا رزقي رب العالمين، واخا تعيا تبدا صدق معرفتش فين كيمشي مشمت، ولكن هي مصاريف كبيرة صراحة، يعني تخيلوا أنا الوحيدة اللي كنصرف على الدار، يعني خصني نخدم في البيت
بلاتي وبلاتي وهالمطاب والسكر ما تصاب. قالت لك تخيلوا انا الوحيده اللي كنخدم وكنصرف على هاد الدار. حنا اش قلنا لك النهار الاول؟ قلنا لك راك جفاف جابك المفرقع جفاف يمسح فيك رجليه ويديه لانك مدلوله ومجوجه الزواج ديال الدل. وشنو قالت لك لاله سعاد جوهره مغربيه؟ خدمي على بناتي يا السريعه وخدمي على بناتي وجمعي الادم وامين بلاتي ابلاتي تسمعوا السعايه ديال بصح. ومصاريف كبيره وزعما ما كنتخمناش ما كندخلش شي خلصه اللي ممكن الانسان يجمع منها ولا يقدر انه يخلص منها المحامي ولا انه المهم. نقول لكم انا هذا الموضوع هذا كيعجبني بزاف وكنفكر فيه بزاف. كنقول يا ربي نقدروا نكريو ونقدروا ناكلوا ونقدروا نخلصوا الدروس ونقدروا نخلصوا الويفين المصاريف ديال الزنوبه البيعه ديالي المهم مدرسه غدا نزهره نزهره والكسوه ديالها. يا ربي قدرني صراحة صعيب الحال بزاف خصك دير مجهود كبير باش تقدر تدخل في الشهر ديك المقدار هذا ولا أكثر شوية لأن باش تضمن أنه تبقى عندك واحد السوية ولا واحد بعدا على الأقل واحد سبتي يسكت لك الحس. سمعتوا الفضيحه ديال السريعه الكذابه البواله؟ قالت لكم انا السيادي مازال ما كملتش لكم راه كاين مقاطع. انا قالت لك كنصاوب 1.5 مليون ما كتقدنيش في الشهر. 1.5 مليون ما كتقداش في الشهر مع العلم ان احنا كنعرفوا ان عائلات فحال واحد خدام غير 3000 درهم 2500 درهم ومزوج والد وكيتمشى على قدو الحمد لله وكيشيط من هذيك 3000 درهم كيشيط من المصاري ديال الحول ديال العيد كيشيط منه والحمد لله غادي مع الزمان. كل واحد كيمشي على قدو. قال لك البس قدك يواتيك. انت باغا تعلقي فتفلقي وانت ما بكش المصاريف وهادشي انت بك السعايه كتسعاي كتمرر رسائل هي المهمات وهي المحسنات وعاونوني. ما قدرتيش تقولها في الفيديو حتى انا غنطوك الراس ولكن كتقولها بواحد الطريقه ديك الرسائل المشفره ديالك السعايه. ياك انتي والعاقه فاهمين ياك انتي والعاقه فاهمين وبحال بنيتك وحاجتك هي حاجته وهي حاجتك هي حاجته. ياك هي عندها الفلوس قناتها كتدخل على الاقل كتدخل واحد 4 ولا 5 هي القليله بنت المفرقع لان عندها مشاهدات كثيره والفيديوهات كيطلعوا لها في الدقائق. علاش ما تصرفش على اختها؟ هي المسؤوله قلتي تكلفات بختها تكلفات حقها بختها لانها ولات رشيده كما كتقولي وبالغه. علاش ما تكلفتي بختها وتعاون مادي؟ يعني كنتو ما عندكم بحال ما بيناتكمش الحسابات. المهم شني تيكا ياك انت كتصوري في القناه ديال الفيديوهات دابا انت كتخلصي من القناه ديالك اودي غوزينو وكتخلصي من قناه ميمه انك تحطي عندها فيديوهات قناه شنيتيكا على الاقل غتكون تجيك واحد جوج واحد ثلاثه بحال كنتي انت بوحدك قناتك غتكون عندك واحد ثلاثه ولا اكثر لانك انت قناتك عندك المشاهده كيتفرجوا في الدقائق كديري فيديوهات طوال كديري لايف. الناس اللي كيديروا فيديوهات طوال راه كتخلصوا بزاف نقول لكم اللي كاين ماشي بحال اللي كيدير فيديو قصير فيه 8 دقائق 10 دقائق يعني ما كيتفرجوش ليه في الدقائق بزاف. اما اللي كيدير 50 دقائق 40 دقائق 30 دقائق 20 دقائق راه كيتفرجوا ليه في الدقائق هذاك كيتخلص مزيان. انت كديري لايفات زائد فيديوهات زائد حوالات الماليه اللي كيجيوك كيجيو سميت شنيتيكا وتخرجي وتقولي سعاي انا ما عنديش وانا يلا يقدرني والله ينزل لك النعله. يا الجفافه ديال اليوتيوب انت جفاف وانت بابا غتبقاي تنام لي حياتك كامله غتبقاي سعايه هي السعايه الاخرى. علاش ما تمشيش عند المفرقع يعطيك لاكارت بونكيه؟ ياك عندكم 100 مليون فوق 100 مليون في الكونت راجلك عنده اكثر من 100 مليون في الكونت كاينه اجراءات قانونيه ديري يعطيك راجلك لاكارت بونكيه ديالو ولا يعطيك الوكاله ولا شي حاجه باش تخرجي الفلوس. ياك راجلك كيتيقفك ياك انت حاجتك هي حاجته وحاجته هي حاجتك ويعطيك لاكارت بونكيغ ديالو تخرجي فلوس وتصرفي على راسك كيما بغيتي. عندك الفلوس باش تسافري عندك الفلوس باش ديري شكايات بالقنوات مع ان المهمات اللي كيخلصوا هادو محسنات اللي باغيين يخلصوا في قنوات الحبس وما عندكش باش تصرفي. بحال ديك المره الا تشد الراجل خارجه كتبكي ليكوش حليب زنوبه سكاته زنوبه وغندي زنوبه للطبيب انا مريضه دوايا ورقاتك واحد الفيديو ما سمعتكم في المقطع كتقول لهم ما عندي باش نشري الدواء والمصاريف وسيري نعطلاي وعليك يا الغزين ويا السعاية نعطلاي وعليك. شوفي عسرة دوري وتساري ولبسي وسيري سيري وسيري الهزية وزة وسيري نشطي وسيري خر خر ما خر بر نشطي مع راسك
خلي المتشرد الشيطان احبابات تخدم ادمر، يجي بالدمر خليها تدمر. تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو، ما تنسونيش من التعاليق والبارطاج الى فيديو قادم ان شاء الله. وهذه خاطر حباب سعاد، واللي ما يبغي سعاد ما نبغيه، واللي يبغي سعاد نموت ونحماقوا عليه. تحياتي لكم.